أهلا وسهلا بكم حضراتنا وتغطية جديدة لليوم السابع. هكون معاكم أنا إسراء إسماعيل وزميلتي جرمين شلبي. أهلا يا جرمين. أهلا يا إسراء. طبعا كلنا عارفين إن من وقت انتشار فيروس كورونا، وتحديدا من وقت ظهور متحور أوميكرون، وهو عامل ضجة كبيرة جدا على مستوى العالم. ليه بقى؟ لأن هو سريع الانتشار بشكل كبير جدا، وزي ما أعلنت منظمة الصحة العالمية إنه بينتشر 3 مرات، وأوضحت صحيح. أيضا صحيح إنه سريع الانتشار وبينتشر، يعني خلينا نقول 3 مرات أضعاف من متحور كورونا. لكن بالرغم من كده خلينا نقول إنه يعني كمان كانت منظمة الصحة العالمية قالت عن خطورة المتحور الجديد أوميكرون، قالت يا إسراء إنه ما فيش داعي للذعر وما فيش داعي للقلق، لأن الأعراض الخاصة بيه يعني نقدر نقول إنها مش أعراض قوية، صح؟ كلنا أكيد بنسأل إيه هي الأعراض، زي ما عارفين طبعا إنها الأعراض البسيطة الخاصة بأدوار البرد العادية جدا. وقال دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، كان كشف عن تفاصيل أعراض الإصابة بالمتحور أوميكرون، وأنه يعني ممكن نقول وفقا لدراسة بريطانية حديثة أكد أن الأعراض بتتضمن الرشح والصداع والعطس والتهاب الحلق، وأكد أيضا على أن يعني اللقاحات الحالية بتؤثر في الوقاية من عدوى أوميكرون، وأن البروتوكولات العلاجية المستحدثة بتعالج حالات الإصابة بالمتحور الجديد. وأكد أيضا دكتور حسام في تصريحات لليوم السابع أن بيانات أولية من دراسة بريطانية أكدت أن أعراض الإصابة بأوميكرون شبيهة بالبرد، وهي الأكثر شيوعاً بين المصابين في الموقف بين المصابين بالكوفيد للندن اللي بيسود فيه طبعا المتحور الجديد أوميكرون. وكانت زي ما قلنا إسراء إن الأعراض الخاصة بمتحور أوميكرون اللي اتكلم عنها دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة وفقا للدراسة البريطانية، زي ما قلنا إنها الأعراض العادية جدا لأدوار البرد زي الرشح والصداع والعطس، وايضا يعني خلينا نقول التهاب الحلق، واللي هي كلها اعراض عاديه جدا وخاصه بادوار البرد. خلينا نتكلم بقى على اللقاحات يا اسراء، كلميني اللقاحات والموقف منها. هنتكلم على اللقاحات والموقف منها، واللي قال دكتور حسام ان اللقاحات متوفره لجميع المواطنين من سن 12 سنه لسن 18 سنة، متوفرة كمان لسن فوق 18 سنة. وأشار إلى أنه لم يعد هناك قوائم انتظار للقاحات الجمهورية، سواء في اللقاحات العادي أو اللقاح الخاص بالسفر للخارج. وتابع: نقوم بتطعيم ما يزيد عن 600 ألف مواطن يوميا. صحيح. وأوضح أيضا يا إسراء دكتور حسام عبد الغفار إنه تم إرسال 400 ألف رسالة لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم بعد مرور 6 شهور على الجرعة الثانية، وأكد أن إجمالي المواطنين الذين لم يحصلوا على الجرعة الثانية أكثر من 2 مليون مواطن، لافتا إلى أن يعني الجرعة الثالثة هامة جدا وإنه يجب الحرص عليها. وأضاف أن الحاصلين على جرعتين من لقاح سينوفارم يمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من سينوفارم، والبديل اللي هيكون سينوفاكا أو استرازينكا أو فايزر أو موديرنا. صحيح. لكن الحاصلين على جرعتين من استرازينيكا بيمكن لهم الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من أسترازينيكا، والبديل في حالة عدم وجوده بيكون فايزر أو موديرنا. أما الحاصلين على جرعتين من سبوتنيك فالجرعة الثالثة التنشيطية بتكون من أسترازينيكا أو موديرنا، ولا يوجد بديل في حالة عدم وجود النوعين من اللقاحات. ويعني الحاصلين من جرعتين من جونسون ان الجرعة الثالثة هتكون من جونسون والبديل يكون من أسترازينيكا او فايزر او موديرنا. بخصوص الذين حصلوا على جرعتين
من فايزر هتكون الجرعة الثالثة من فايزر، وفي حالة عدم توافر البديل هيكون من موديرنا أو أسترازينيكا. وبالنسبة للحاصلين على لقاح موديرنا فالجرعة الثالثة ستكون من موديرنا والبديل فايزر وأسترازينيكا. خلونا نفكر حضراتكم أخيرا بخطوط التليفونات والخط الساخن اللي وفرتها وزارة الصحة عشان نتواصل معاهم عشان نعرف مواعيد اللقاح أو نعرف تفاصيل أكتر عن فيروس كورونا المستجد. الخطوط هي الخط الساخن 105 أو 15335. وكمان خلينا نفكركم بالإجراءات الاحترازية، وهي إن إحنا لازم نغسل إيدينا بالصابون كتير جدا، ونستعمل الكحول، ونلبس الكمامات. صحيح، وطبعا التباعد الاجتماعي والحصول على اللقاح. طبعا بنتمنى كل الأمن وكل السلامة لكل المواطنين وكل مشاهدينا. طبعا يعني أنا كنت سعيدة جدا بهذه التغطية الخاصة، وكنت أنا معكم جرمين شلبي وزميلتي إسراء إسماعيل على شاشة تلفزيون يومسابة. شكرا لك يا إسراء. شكرا. شكرا لك، وشكرا لكل متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في مزيد من التغطيات. إلى اللقاء.